أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تداعيات استقالة رئيس فريق المراقبين الأممي لوقف إطلاق النار في الحديدة باتريك كاميرت على اتفاق السويد والوضع الأمني في الحديدة. أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر حكومي رفيع باستقالة رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. وقالت الوكالة نقلا عن المصدر أن كاميرت قدم استقالته بعد أن عجز عن تنفيذ اتفاق السويد المتعلق باستلام مدينة الحديدة وموانئها من ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أنه سيواصل مهمته في الوقت الراهن حتى تعيين بديل له. تأتي هذه الاستقالة بعد أيام من إطلاق ميليشيا الحوثي النار على موكب كاميرت أثناء تفقده للجان إعادة الانتشار في الحديدة. لذلك أكد السفير اليمني في الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن رئيس بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اعتذر عن استكمال مهمته. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تداعيات استقالة كاميرت على اتفاق السويد والوضع الأمني في الحديدة، وموقف الحكومة الشرعية والتحالف العربي من استمرار خرق الميليشيا لاتفاق السويد. نبدأ النقاش بعد التقرير. نهاية مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، أم فشل اتفاق الحديدة برمته؟ سؤال برسم التطورات المقبلة التي تنتظر هذه المحافظة وموانئها الثلاثة إثر الاستقالة غير المعلنة للجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت. أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث زيارته الأحدث لصنعاء هذه المرة بإنجاز وحيد، هو اصطحاب الجنرال كاميرت في زيارة إلى الرياض، منهيا بذلك عمليا مهمة الجنرال في مدينة الحديدة التي وصلت إلى طريق مسدود وأبقت الوضع في هذه المدينة معلقا بل ومفتوحا على أكثر الاحتمالات سوءا. أرجح المصادر أكدت أن الجنرال كاميرت ربما يبقى في منصبه إلى حين تعيين شخص بديل، لكن خروجه من اليمن لا يبقي أملا في إمكانية مواصلته لمهامه على نحو ينذر ببدء مسار جديد من الفشل على صعيد تنفيذ اتفاق الحديدة الذي يكافح المبعوث الأممي لإنجاحه بشتى السبل، حتى ولو كانت كلفة ذلك مصداقية الدور الأممي وكفاءته. صعد الحوثيون ضد كاميرت إثر الموقف القوي الذي اتخذه هذا الأخير ضد مناوراتهم التي كانت تهدف إلى تدشين انسحابات مخادعة لقوات الميليشيا من مدينة الحديدة وموانئها، عندما رفض ادعاءات للحوثيين بتسليم ميناء الحديدة إلى قوات محايدة تبين له فيما بعد أنها تابعة لهم، الأمر الذي دفعه إلى التصريح بأنه تعرض للخديعة. موقف كهذا لم يكن مرضياً للمبعوث الأممي قبل الحوثيين أنفسهم، الأمر الذي أضاف صعوبة أخرى أمام الجنرال كاميرت الذي أراد على ما يبدو أن يؤدي مهمته الميدانية وغير السياسية بمهنية عالية وبنجاح لا يقبل التأويل. مضى أكثر من 40 يوماً على اتفاق ستوكهولم القاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في الحديدة وموانئها وانسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة دون تحقيق أي تقدم يذكر. وكان باتريك كاميرت قد بدأ مهمته في الحديدة في 23 من شهر ديسمبر الماضي، لكن إفشاله مخططاً حوثياً لتسليم ميناء الحديدة صورياً وضعه في دائرة الاتهام بتنفيذ أجندة مشبوهة وفقاً لقيادي في الميليشيا، وذلك في مستهل تصعيد بلغ حد استهداف موكب كاميرت بالرصاص الحي. في بداية النقاش أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. من الرياض ينضم إلينا مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، وأيضا من تعز ينضم إلينا الأستاذ علم الاجتماع بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أبدأ مع مختار الرحبي، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية لاستقالة كاميرت؟ طبعا الأسباب الحقيقية والتي أعتقد أنه لم يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام هي أن المبعوث الأممي هو الذي توجس أو هو الذي يعني حاول الضغط على كاميرت لكي يقدم استقالته، لأنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها يرفع تقارير مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث انزعج من هذه التقارير، ويبدو أنه كانت هناك مصداقية في التقارير التي يرفعها كاميرت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث يبدو أن لديه
حسابات أخرى لا يريد أن يطلع للأمم المتحدة. بالتالي حدثت هذه الإشكالية، والأمم المتحدة أو صفحة الأمم المتحدة أعلنت أنه لم يقدم استقالته، ولكن أنا أعتقد أن كامريت لن يعود إلى عمله بعد المضايقات التي حصلت له من قبل المبعوث، وكذلك الحوثيين الذين حاولوا اغتياله، وكذلك ضيقوا على عمله الميداني. إذن ليست استقالة، هي ربما إقالة. هي في ظاهرها أنها قد تكون إقالة، لأن المبعوث شكى لأكثر من طرف يعني دولي أن كامريت يقوم بتجاوزه، وأنه لا يتعامل بمرونة مع طرف الإنقلابيين الذين تملصوا ولم يقوموا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. يعني كانت هناك الاتفاق كان مزمن بوقت محدد لعملية الانسحاب وإعادة الانتشار، ولكن الميليشيات الإنقلابية ناطلت ورفضت، والمبعوث حريص على أن أممي. بالتالي يحاول يعني المراقبة عدم إعلان فشل اتفاق ستوكهولم، وهذا كله طبعا على حساب الشعب اليمني وعلى حساب الاتفاق الذي يعني حتى هذه اللحظة أعتقد أنه سيذهب أدراج الرياح. وفخامة الرئيس اليوم تحدث وحذر بشكل واضح أن من فشل اتفاق ستوكهولم إذا لم يتم الإعلان بشكل واضح وصريح عن من هو المعرقل، من الذي رفض، من الذي لم يتعامل بإيجابية مع الأمم المتحدة. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا من الرياض المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. أهلا بك أستاذ سلمان. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ سلمان. من وجهة نظرك، ما الأسباب التي دفعت كامرت لمغادرة الحديدة وعدم استكمال مهمته؟ ما في شك أن الأمور واضحة، لا يزال الإنقلابيين يمارسون مخالفات للاتفاق أو الاتفاق السويد، مما جعل باتريك يقدم استقالته. يعني من وقت مبكر الرجل لاحظ عدم جدية الحوثيين في التوقف عن الأعمال الإرهابية التي يمارسونها داخل الحديدة. اتخاذ هذا القرار الذي إلى الآن تنكره الأمم المتحدة أو يبدو أنه غير واضح، أتى يعني بصراحة متأخر، لأن هناك مدة محددة كانت مفترض من خلالها أن يخرج الحوثيون وأن يسلمون الأسلحة، ولكنهم تمادوا. يعني إلى الآن الفترة التي مضت منذ اتفاق السويد وحتى الآن لم يلتزم الحوثيين بأي التزام. هناك أكثر من 700 اختراق مارس الحوثيين بشكل عشوائي آخرها اليوم، وكما تعلم ويعلم المشاهد هناك قذائف من الحوثيين على مصانع في داخل الحديدة. يعني لازالوا يشكلون خطر على اليمن وعلى المجتمع بشكل كبير. لذا أعتقد أن تقديم الاستقالة في هذا الوقت هو بصراحة يريد أن يخرج بيد بيضاء من هذه المعمعة التي تمارسها الأمم المتحدة بشكل واضح وفاضح، ويريد أن يقول للمجتمع الدولي بأن الخلل واضح وصريح، ويبدو أن يتخذ قرار سريع تجاه الحوثيين. طيب الآن لم تقبل استقالة بشكل نهائي، وإنما أيضا طلب منه الاستمرار في مهمته إلى حين إيجاد بديل. هل الإشكالية في إيجاد بديل من قبل الأمم المتحدة؟ باعتقادك ما الذي يدور في الكواليس حتى الآن؟ وهذا التوقف والتعطيل في تنفيذ اتفاق الحديدة في مصلحة من؟ الأمر واضح جدا. يعني أنا ما يقوم هذا الوضع ليس للأسف هو بحث عن بديل. الأمر ليس بالسهولة التي تتصورها الأمم المتحدة، الأمر خطير جدا، والبحث عن بديل يعني ليس بهذا الأسلوب الذي تتخذه الأمم المتحدة. الرجل قدم الاستقالة على حسب المعلومات المتوفرة لدي من وقت مبكر جدا، ولكنها أعلنت مؤخرا بشكل رسمي أو شبه رسمي. البحث عن البديل ليست المشكلة هنا، فالبديل لن يأتي بجديد. هناك تراخي واضح من جريف ما يحصل في اليمن، وهو مسلسل متواصل لما قام به ولد الشيخ وجمال بن عمر. الأمور واضحة وصريحة، هذه المخالفة ليست الأولى أو الثانية أو الثالثة للحوثيين،
هذه كما تعلم لأنها تأتي ضمن مخالفات لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية. هناك قرار المجلس الأمن لم ينفذ إلى الآن، واتفاق السويد لن ينفذ، وكل القرارات التي اتخذت من وقت مبكر لم ينفذ منها شيء. يا أخي إذا كان في ظل وجود باتريك في الحديدة، الحوثيين قاموا بأعمال مخالفة جهارا وفي تحدي واضح لكل القرارات الدولية، أيضا محاولة الاعتداء عليه وإطلاق النار على سيارته، يعني الوضع واضح بأن الحوثيين لن يلتزموا، وهذا الكلام من وقت مبكر نحن تحدثنا عنه والجميع تحدث عنه. نحن لا ندري ماذا تنتظر الأمم المتحدة. طيب. ما يقوم به الآن باتريك من طلب إعفاء من هذا المنصب هو لأنه إنسان لم تعجبه المرونة التي تمارسها الأمم المتحدة، رفع لهم بأكثر من تقرير حول الوضع وتحدث من بعد أسبوعين، لأن كما تعلم عزيزي بأن هناك اتفاق تسلسلي وطبق فترات زمنية محددة لخروج الحوثيين وتسليم الميناء وما شابه ذلك. إلى الآن لم ينفذ شيء من اتفاق السويد. الرجل يريد أن يقول هذه الحقيقة، الإنقلابيين هم من اخترق التحالف العربي والشرعية، لم تخترق الاتفاق الدولي، من مارس الاختراق والخروقات داخل الحديدة هم الحوثيين. ماذا تريد الأمم المتحدة؟ نحن نعلم بأن الأمم المتحدة تمارس دور خفي لدعم الحوثيين من خلف الستار بكل الطرق والوسائل وأمام المجتمع الدولي. هل الأمم المتحدة قبل الآن هي التي نقلت الإرهابيين ونقلت أسلحة وما شابه ذلك عبر طائراتها؟ الأمم المتحدة وضعها الآن أصبح مصبوح أمام العيان. الشعب اليمني لن يصمت ولن ينتظر الأمم المتحدة. هذه هي المرة العاشرة والأخيرة التي تحاول الأمم المتحدة ترقيع الأمور وتهدئتها من أجل أن يكسب الحوثي مزيد من الوقت ويستعيد قواه، وليس هناك أي نوايا جادة من جانب الحوثيين للالتزام بأي موعد أو عهد أو اتفاق. طيب أعود للأستاذ مختار. أستاذ مختار، ونحن نتحدث عن نفاد المدد الزمنية التي منحت لتنفيذ اتفاق الحديدة حتى الآن، موقف الحكومة والتحالف من هذا التراخي الذي يمارسه المجتمع الدولي كما قال أستاذ سلمان عسكر، كيف يمكن وصفه؟ طبعا الحكومة وكذلك التحالف يتعاملون بإيجابية رغم كل ما يحدث من قبل الأمم المتحدة، لكن لغة فخامة رئيس الجمهورية اليوم كانت لغة حاسمة وموقف وطني وموقف قوي، لأنه يحذر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأنه في حال فشل اتفاق ستوكهولم فإن من يتحمل المسؤولية هي الأمم المتحدة وكذلك الإنقلابيين الذين أفشلوا هذا الاتفاق. خاف منه بالفعل. أستاذ مختار، أين الحسم في كلامة أن تقول أنه كلام الرئيس حاسم؟ أين الحسم في كلام الرئيس هادي؟ هذا الكلام ممكن أن يقوله محلل سياسي أنه هذا التعثر في تنفيذ الاتفاق قد يؤثر على مسار اتفاق السويد. لما اسمع سؤالك أخي سامي، تتحدث عن لغة حاسمة من قبل الرئيس هادي اليوم وتصعيد، وما وصفه الرئيس هادي بأنه عندما قال أن هذا التعثر الحاصل اليوم قد يؤثر على اتفاق السويد، ربما يقول هذا الكلام محلل سياسي وليس رئيس جمهورية. لا بالعكس، فخامة رئيس الجمهورية هذا يعتبر موقف. ما الذي تريد من فخامة الرئيس يعني أو من الحكومة؟ أن تعلن الانسحاب من الاتفاق؟ الحكومة لا يمكن لها أن تعلن في وقت من الأوقات وأن تظهر نفسها أنها من يعرقل عملية السلام، لكن أنها سوف تدع المجال أمام الأمم المتحدة وتبرهن للأمم المتحدة وكذلك للمجتمع الدولي بما لا يدع المجال للشك أن من يقوم بالعرقلة، من يقوم بعدم التنفيذ، من يقوم بالمماطلة، من يقوم بعدم التعامل بإيجابية مع الأمم المتحدة هو طرق الإنقلابيين. بعد ذلك يمكن أن نطلب من الحكومة موقف واضح وموقف قوي تجاه ما تقوم به هذه الميليشيات وأيضا ما يقوم به المبعوث الأممي. نحن هناك مخاوف من أن يتحول مارتن جريفيث إلى جمال بن عمر آخر الذي سلم اليمن للميليشيات الحوثية، وهو من شرع دخول إلى صنعاء وإلى باقي المناطق والمحافظات. طيب أستاذ مختار، هل تعتقد أنه يتم الحديث مع جريفيث بشفافية حول هذه المخاوف من قبل الرئاسة عندما تحدث لقاءات بينهم في الرياض؟ بكل تأكيد أن اللقاءات يتم الحديث بشفافية، وخصوصا بعد ما أظهرته الأيام من مماطلة ومن
ايضا من اعتداء على بعثه الامم المتحده في مدينه الحديده. بالتالي يتم بكل تاكيد انه يتم الحديث بشفافيه، ولا يوجد هناك مجال للمراوغه، ولا يوجد هناك مجال للحديث بلغه او بلغه لطيفه بعدما اختراقات من قبل الميليشيات الحوثيه من عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وايضا ما من تقديم استقاله باتريك كامريت من عمله بعد يعني ما شاهده من مماطله من قبل الحوثيين، وايضا المشاكل التي حدثت ما بين المبعوث الدولي وكذلك ما بين كامريت اثرت تاثيرا كبيرا على عمل كامريت في الحديده. كامريت يعني يتعامل بحسم ويتعامل بمهنيه، بينما المبعوث الدولي يتعامل بسياسه ومراوغه وايضا كسبا للوقت وعدم اتفاق ستوكهولم. طيب عد للاستاذ سلمان. استاذ سلمان، الى اي حد التحالف اليوم والشرعيه يتحملون مسؤوليه في هذا التراخي الحاصل من قبل المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي في التعاطي وعدم وجود موقف صارم تجاه تنفيذ اتفاق السويد وانتهاء كل المدد او المهله الزمنيه التي منحت لتنفيذ هذا الاتفاق؟ حتى الان لم ينفذ منه شيء تقريبا. انا لا ادري لماذا انت وصفت يعني موقف التحالف والشرعيه بالمتراخي. لا انا يعني قلت عدم اتخاذ موقف صارم من قبل التحالف والحكومه هو كان نتيجه لهذا التراخي من قبل المجتمع الدولي في التعاطي مع ميليشيا الحوثي، عدم وجود موقف صارم من قبل التحالف والشرعيه. هناك تعامل مع جهات تحترم القوانين الدوليه والاعراف، وما تقوم به الشرعيه هو بصراحه الهدوء الذي يسبق العاصفه. لقد بلغ السيل الزبأ. الحكومه الشرعيه احترمت كل الاتفاقيات وكل المواثيق، بدءا من اتفاقيات جنيف مرورا بالكويت وحاليا السويد، وللاسف اتضحت من البدايه بصراحه. اسمح لي اخي العزيز ان اقول لك وللمشاهدين بانها من الوهله الاولى الموقف واضح وصريح، الحوثيين ليس لديهم اي نوايا نهائيا. يا اخي اذا كان الان يطالبون بان لا يكون الرئيس هادي ونائبه جزء من الحلول، هناك يعني عدم جديه من الجانب الحوثي في الالتزام باي اتفاق. يعني الامم المتحده لو كان ما يدور في اليمن في اي مكان من العالم لكان لها موقف اخر. نحن نعرف مواقف العراق في ليبيا في غيرها من بلدان العالم، لكن ما يحدث على الارض في اليمن مختلف تماما. واضح دور الامم المتحده وتماديها، وبصراحه موقفها الداعم للحوثيين كما اسلفت لك. كانت الأمم المتحدة تعمل شريك معهم، هي تعمل إلى الآن ولا زالت تعمل شريك معهم. يعني ما هي المبادرات التي قدمها بن عمر ولم تنفذ؟ كل ما كان يقدمه بن عمر ضد الشرعية، وكانت الشرعية قدمت العديد من التنازلات وآخرها في اجتماعات مشاورات الكويت. قدمت الحكومة الشرعية تنازلات كبيرة جدا من أجل الوصول إلى حل سلمي توافقي، ولكن الحوثيين ضربوا بكل تلك التنازلات عرض الحائط، وأرادوا أن يفرضوا آراءهم وقراراتهم وتوجهاتهم، وأن يقولوا نحن الحكومة الشرعية في اليمن ونحن من يحكم اليمن ولن نقبل أن يتدخل أحدا. أصبح دور الأمم المتحدة للأسف هشا ضعيفا، ولا بد أن نعلم جميعا بأن الحلول المائعة أو المهديات السهلة من أجل أن يستعيد الحوثيين قواتهم ويسيطروا على ما تبقى من اليمن هو أمر واضح من جانب الأمم المتحدة. أعتقد الآن بأن الحكومة الشرعية، وهذا ما يجب أن أوضحه تجاه سؤالك، لن تنتظر كثيرا. أعطت المهلة الكافية، أعطت الاحترام للأمم المتحدة، أعطت الاحترام للآراء الدولية، ولكن لم يحدث أي تقدم إلا مزيد من الدماء وتجنيد الأطفال وتلغيم الأرض وإرسال الصواريخ وقتل النساء ومضاعفة السجون وعبث بكل ما يحدث وبعبث بكل المكونات داخل اليمن. لذا فإن الحكومة الشرعية ليس أمامها الآن إلا الحل العسكري، لأن الحلول المائعة كما أسلفت لك عزيزي لم تعد مجدية، ولا بد أن يعلم المجتمع الدولي بأن الحكومة الشرعية والشعب اليمني القوي الجبار لن يرضى أن تكون اليمن مهزلة في يد الأمم المتحدة. طيب عدل الأستاذ مختار، برأيك كيف سيؤثر
ما حدث من استقالة أو إقالة لكاميرت كما قلت على اتفاق السويد والوضع الأمني في الحديدة بشكل عام؟ الاتفاق الستوكهولم بشكل عام مهدد بالفشل وإعلان الفشل إذا ما رأينا إلى ما إلى إرهاصات هذا الاتفاق وأيضا إلى ما حدث بعد الاتفاق. لم يتم تنفيذ أي خطوة إيجابية حتى الآن، لا في ملف الأسرى ولا في ملف الأسرى والمختطفين ولا في ملف الميناء والحديدة والانسحاب وإعادة الانتشار مرة أخرى. لم يتم حتى هذه اللحظة، كل ما يحدث هو محاولة لكسب الوقت، مزيد من الوقت، مزيد من المراوغة دم التنفيذ. وهذا طبعا يجعل من الأمم المتحدة ومن الاتفاق برمته أمام يعني أن يكون لاغيا وفاشلا، يتبقى فقط إعلان الفشل أو إنقاذ بتنفيذ هذا الاتفاق، سواء في الجانب الإنساني المختطفين والأسرى أو في الجانب الآخر وهو الجانب العسكري، الانسحاب من الميناء ومدينة الحديدة. شكرا جزيلا لك مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام. أعود للأستاذ سلمان. أستاذ سلمان، قلت أن الحكومة الشرعية اليوم لم يعد أمامها من خيارات غير الحسم والحل العسكري للتعاطي مع هذا التعثر. بالنسبة للتحالف، ما هي الخطوات برأيك التي يمكن للتحالف أن يتخذها؟ التحالف لا يزال عند موقفه الذي انطلق من البداية، وهو الوقوف لدعم الشرعية وإعادتها. موقف التحالف يعني قبل أي شيء هو موقف الإنسانية وموقف الرجولة بصراحة، وموقف لا يزال يحترم حتى هذه اللحظة القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة. توقف والتزم بإيقاف إطلاق النار في المواقع المحددة، ولكن للأسف لم يلتزم بها الحوثيين. كما تعلم بأن المشكلة الكبرى هي أن لا تعلم مع من تتحدث. محمد عبد السلام وقع اتفاقية السويد ثم تلاه ونقض كلامه بعد عودته إلى بعد نهاية اجتماعات السويد، ثم بعد أن التقى باتريك الحوثي في صنعاء عبد الملك الحوثي كان له مخالفة حول الاتفاق ورفض تام لاتفاق السويد وعلنا أمام المبعوث. أيضا أضف إلى ذلك أن الأمين العام لمكتب المكتب السياسي من يسمى نفسه فضل أبو طالب صرح علنا بأنه لا مكان للرئيس ونائبه مكانا في اليمن في المستقبل. إذا نحن نعود حول المربع الأول في ظل وجود أكثر من شخص يتحدث عن اليمن ويصرح هنا وهناك، مما أحدث شرخ كبير لهذه الاتفاقية التي ولدت ميتة قبل أن ينفذ أي قرار منها. لذا أنت أمام إصابات، ومن المعروف أن الإصابات دائما لا تعلم مع من تتفق أو مع من تضع معاهداتك. أنت الآن أمام إصابة يتزعمها عبد الملك الحوثي، يتزعمها محمد عبد السلام، يتزعمها محمد علي الحوثي، يتزعمها المدعو فضل. هناك أكثر من شخص لا تدري مع من أنت الآن تتشاور مع للأسف مجموعة إصابات تتبع لإيران، خلايا إرهابية موجودة على الأرض لكن لا تعلم مع من تتفق. وإن اتفقت مع أحدهم فإن العشر الآخرين أو المئات الآخرين يرفضون هذه الاتفاقيات. فلذا أنت الآن لما تتفق مع الشرعية، حكومة شرعية منظمة تفي بوعودها والتزاماتها تجاه الشعب اليمني أولا وتجاه المجتمع الدولي، لكن هؤلاء يعني للأسف زادوا الطين بلة وتمادوا في الإفساد. وما يحدث الآن صدقني يا سيدي وأنت أكثر من مطلعين على ذلك، في أرض على الأرض في الحديدة أضعاف ما كان يحدث قبل اتفاق السويد. الآن حطموا الجسور، لقموا الأرض، وضعوا القناصات في كل مكان وفي كل منزل وكل مرتفع داخل الحديدة. ما حدث منذ حضور باتريك إلى الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار تضاعف أضعاف ما كان قبل وصوله. إذن هناك تحدي واضح، الأمر أصبح مكشوف، أن الأمر أن الحوثيين لا يريدون أي سلام ولا يريدون أي اتفاق، وأن هدفهم هو السيطرة على اليمن بشكل تام. شكرا جزيلا لك سلمان عسكر، صحفي من المملكة العربية السعودية والمحلل السياسي، وأيضا الشكر موصول لمختار رحبي مستشار وزير الإعلام. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأمارة في أمان الله.